يا سلام. طيب في سؤال مهم أبو فزاع، إحنا دائما نذكر الأيام هذه، كثير من الشباب يقول الحين ركود، وبصراحة أنا بصبر شوية، فنقول له طيب هل هو ركود أو تصحيح؟ أنتم وش جهة نظركم يا شباب، ركود اليوم ولا تصحيح بكل صدق؟ تصحيح. لا تقولون بمثالية، جاوب اللي نشوف الآن. لا، الوضع العام الآن ركود ولا تصحيح؟ شوف أنا أشوف أنه تقشف. تقشف ركود جداً. يا سلام. والشباب؟ أنا أرى أنه تصحيح. اي نعم. كيف ارى تصحيح؟ ان الواحد يرى الناس مقدمين تجاره بطريقه مختلفه، هو يبغى يجدد وبطريقته مختلفه حتى تمشي في السوق. بالضبط. هو الاشكاليه يا احبابي انه احنا احيانا نجي بناء على اراءنا الشخصيه، والله واحد يقول ركود، واحد يقول تصحيح. ايش يقول العالم؟ ايش تقول الاحصائيات؟ ايش تقول الارقام؟ تقول الارقام انه هذه الدورات اقتصاديه، دوره فوق ودوره تحت. دوره فوق ودوره تحت، وكل دوره لها مشاريع وكل دوره لها وضع معين. طيب خلونا نشوف هل هو ركود أم تصحيح؟ طيب إذا قلنا ركود، تبي تصبر لين متى؟ أنت شاب، تبي تصبر 5 سنين؟ تروح الفرص، تروح الفرص، تروح طاقتك، تروح قدراتك، تروح يمكن التمويل، يروح شيء الكثير 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 من اللي ممكن تمر به. طبعا هو فرصة الاستعداد، اللي هو التصحيح هذا فرصة الاستعداد، فرصة ظهور فرص جديدة. اليوم كثير من المشاريع المهتزة والغير ناجحة تخرج من السوق ويبدأ السوق يتصفى. اليوم مرحلة من مراحل الاستعداد، انك تبدأ مشروعك، انك تستاجر الموقع، انك تبحث عن الموقع، انك تسوي دراسة الجدوى، انك وبالتالي تكون من اوائل مثل الفود تراك الحين، سيارات الطعام هذه تكون من الاوائل. اذا اعطوا التراخيص تكون انت اول واحد يكون صاحب ورشة او صاحب مصنع او صاحب بيع او صاحب شراء، خياط اي شيء. خياط ايضا. الفرصة الان للاستثمار النوعي، اذا صار في ركود يبدأ الواحد يفكر باكثر عمق ويختار مشروع ناجح، لكن إذا صار ما في ركود شوية أو تصحيح يبدأ إيش يستثمر بقوة، وبالتالي ربما يحصل عليه خسائر. في فكرة من الأفكار إنه زي ما قلنا الكتاب، إنك تبدأ اليوم ب20%، ما تحط رأس مالك كله، تبدأ بشيء من جهدك، تبدأ بشيء من قدراتك، وبالتالي فكثير حقيقة من الاقتصاديين، كثير هذا كلام علمي وكلام ليس من عندي وليس من إنه اليوم هذه هي وقت الفرص، وقت ظهور الفرص، وقت الاستعداد لبناء مشروع جديد، وقت أيضا أنك تبدأ تستعد للاستثمار القادم والجاية قريبا اللي هي الدورة الاقتصادية الجاية، أنت تكون من المستعدين. كم مدة الدورة عادة؟ تطور وتقصر على حسب طبعا. اليوم لها عمق ولها امتداد. بالضبط. اليوم يا شباب يا أحباب، يعني لا يمكن أحد يتنبأ بالمستقبل، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني لا يمكن أحد يقول، الاقتصاديين حددوا لها سنوات، لكن أنا أقول في الوقت الحالي أنتم لاحظتوا من كان يتوقع أنه يكون في ركود؟ في أحد كان يتوقع؟ فجأة صار. فجأة. الله يكرم.